عبد الملك صحراوي هو آخر القلة الفاسدين الذين ما زالوا طليقي الصراع في الجزائر. إنه في الواقع الشخص الوحيد من حكم القلة في عهد بوتفليقة الذي أفلت من التطهير الذي نفذه القضاء الجزائري بعد حراك 22 فبراير وسقوط العشيرة الرئاسية لعائلة بوتفليقة. من بين أكثر المتبرعين سخاء للولاية الرابعة والخامسة لعبد العزيز بوتفليقة كما ثبت من خلال تحقيقتنا، استغل عبد الملك صحراوي سخاء نظام بوتفليقة لبناء ثروة مالية هائلة ومؤسسات تجاوز أصولها المليار دولار. بعد سقوط علي حداد ومحي الدين طحكوت والإخوة علمي أو الإخوين بن عمور والإخوين كنيناف، أصبح عبد الملك صحراوي منذ عام 2020 ثاني صاحب أكبر ثروة للبلاد بعد يسعد ربراب. لكن إذ لم يفلت الأخير من الانتكاسات القانونية في عام 2019، فإن عبد الملك صحراوي وبفضل حصانته البرلمانية وعلاقاته بالعديد من العشائر القوية داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية ظل بعيدا عن المساس. بعد حل البرلمان الجزائري الذي أعلنه عبد المجيد تبون في 21 فبراير، فقد عبد الملك صحراوي حصانته البرلمانية وعلى غرار سائر النواب الجزائريين. لكن الأخير لا يأس وهو يستعد بالفعل لسباق الانتخاب القادم، آملا أن يصبح نائبا مرة أخرى خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة في 12 يونيو. وتمكنت الجيري بارت من تأكيد ذلك خلال تحقيقاتها. نعم، الثروة والثانية للبلاد تريد أن تمنح مرة أخرى حصانة برلمانية، بينما وعد الرئيس تبون بقطع دائم للروابط الخطيرة بين المال والسياسة. استدعي الملياردير عبد الملك صحراوي الأسبوع الماضي من قبل قاضي التحقيق بالقبض من محكمة الشراقة في العديد من فضائح الفساد الفاضحة التي تورط فيها مسؤولون كبار مثل القائد السابق لقوات الدرك الوطني اللواء عبد الرحمن عرعر، الذي أقيل من منصبه في بداية شهر أوت 2020، أو القائد الإقليمي السابق للدرك الوطني بوهران اللواء محمد تريكي الذي يقبع منذ عدة أيام في سجن البليدة العسكري. في جميع الشؤون الغامضة لهؤلاء الجنرالات الفاسدين نجد التورط المثير للجدل لعبد الملك صحراوي. فعدة تقارير من محققين من الدرك الوطني تدينه، لكن صلاته داخل وزارة العدل فعلت كل شيء للسماح له بالتمتع بحصانته البرلمانية حتى النهاية. منذ بداية شهر مارس الجاري انطلق عبد الملك صحراوي في سباق حقيقي مع الزمن لاستعادة مكانه في البرلمان المستقبل، فبدون حصانة برلمانية جديدة سيذهب عبد الملك صحراوي بالتأكيد إلى السجن. ولأسباب وجيهة، فإن ثروته الهائلة الثانية في البلاد في الوقت الحالي تقوم على ممارسة الاحتيال والتهرب الضريبي، ودعونا نأخذ أمثلة ملموسة على ذلك. فقد تحصلت الجيري بارت مرة أخرى وخلال تحقيقاتنا على وثائق حصرية تكشف مدى التجاوزات المالية التي طورها عبد الملك صحراوي داخل إمبراطوريته، أي أكثر من 84 شركة يرتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إخوته. وخلال السنة المالية 2014 لشركة اسبيا بروغاز جزائر، واحدة من 84 شركة يستخدمها الملياردير صحراوي في عمله والتي تغطي عدة قطاعات مثل تسويق الوقود أو الزراعة أو العقارات والتجمعات غير الشفافة تماما والأدوات المالية الغير قانونية التي جعلت ذلك ممكنا لإخفاء مبالغ ضخمة عن مصالح الضرائب الجزائرية. وكشف التقرير السري للمدقق الحسابات أن مديري الشركة كانوا قد لجأوا بشكل مفرط إلى المعاملات داخل المجموعة، وهي الفواتير والتحويلات المالية بين مختلف شركات مجموعة برومو انفست من عبد الملك صحراوي وإخوته مثل بيتروزير وبوليتراف أو تاكا. ولاحظ المدقق العديد من المخالفات الخطيرة للأخرى، لكنها لم تثير أي فضول داخل سلطات الضرائب الجزائرية أو المحققين من الأجهزة الأمنية. فعلى سبيل المثال لم يتم العثور على أي أثر لوجود العديد من الكتب القانونية والإلزامية للشركة، ومع ذلك فإن هذه الوثائق منصوص عليها في المادتين
9 و11 من القانون التجاري والمادة 20 من القانون بشأن نظام المحاسبة المالية، ولا سيما دفتر اليومية ودفتر الجر ودفتر الأستاذ العام وكذلك الموظفين المنصوص عليها بالفصل 2 من المرسوم التنفيذي رقم 86-98 بتاريخ 6/3/1996. اختفت مثل هذه المستندات المحاسبية القيمة، وأصبح من المستحيل التحكم في الإدارة المالية الداخلية للشركة بهذه الطريقة، مما يترك الباب مفتوحا لجميع العمليات غير المشروعة على المستوى الضريبي. كما لاحظ المدقق الغياب المطلق والبسيط لعدة اتفاقيات تحدد علاقة العمل بين شركة عبد الملك صحراوي ومديريها، ومع ذلك فإن أحكام الفصل 25 من القانون رقم 010 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المتعلق بأهمهن المحاسب القانوني والمراجع والمحاسب القانوني بموجب أحكام الفصل 628 من المرسوم رقم 0893 الصادر في أفريل 25/1993 المعدل والمكمل للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 1975 لم يتم العثور على أي اتفاق أو عقود ملزمة لشركة عبد الملك صحراوي، والتي تفسح المجال للفواتير المشبوهة لمبالغ ضخمة دون تحديد الارتباط التجاري بين الموردين أو العملاء. وما ذلك يشترط القانون الجزائري أن يتم الإعلان عن أنشطة مديري الشركة أو المالك الشريك أم لا، أو المدير أو المسؤول أو مدير الشركة في الاتفاقيات المكتوبة بالأبيض والأسود. تم تكرار هذه المخالفات في أسبيا بروغاز جزائر لعدة سنوات. أظهر الدليل في عام 2013 تدقيق آخر تم إجراءه على إجراءات الرقابة الداخلية أن تنظيم الشركة في الأمور الإدارية والمحاسبة ضعيف للغاية ومشكوك فيه، ولا يتم احترام القواعد الفنية للحساب المحاسبي، مما يثير العديد من الأسئلة حول الإدارة غير الصحية لموارد الشركة المالية. ويجب أن يكون معروفا في هذا الصدد أن التخصيص المحاسبي هو أسلوب يتكون من تخصيص حساب لعملية وفقا للتسمية المناسبة، إنها بمزيد من الدقة مسألة تخصص حساب واحد أو أكثر مخطط الحسابات التي تنتمي إليه الشركة. في نهاية التقرير، التدقيق الذي تم إجراءه على حساب وإدارة شركة أسبيا مايز في الجزائر، حرص المدقق على الإشارة إلى أن لاحظنا أن الشركاء المدرجين في النظام الأساسي للشركة لم يتم ذكرهم جميعا في السجل التجاري، وفعل عبد الملك صحراوي كل ما في وسعه لتورطه في جميع شركاته التي كان يكسب دخلا منها. تستحق الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية لعبد الملك صحراوي كتابا، لأنها كثيرة وتقع تحت حيلة مافيا حقيقية، ويريد هذا الرجل مرة أخرى الجلوس في البرلمان المستقبلي الذي سيولد بعد انتخابات 12 يونيو.